السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وهذه نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة الإخبارية، فأهلا بكم وأهلا محمد. أهلا أمل، ونبدأها بأبرز العناوين. بعد أوامر إسرائيلية لسكان بعلبك بالإخلاء، الاحتلال يشن غارات عنيفة على مناطق مختلفة من المحافظة اللبنانية. أكثر من 100 شهيد ونحو 300 مصاب في قصف إسرائيلي على غزة خلال الساعات 24 الماضية، ومجازر الاحتلال تتواصل في بيت لاهيا شمالي القطاع. وفي نشرتنا، السعودية تدعو لقمة عربية إسلامية مشتركة لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان في 11 من نوفمبر المقبل. البداية من تطورات الأوضاع في لبنان. من العاصمة بيت القاهرة لشهر شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت مدينة بعلبك ومحيطها شمال شرقي لبنان. وأوضحت مصادر لبنانية أن جيش الاحتلال قد شن نحو 20 غارة جوية مكثفة وعنيفة، كما نفذ أحزمة نارية استهدفت 10 بلدات في المدينة، فيما أعلنت الطواقم الطبية وفرق الإسعاف عن صعوبات في الدخول إلى مدينة بعلبك نتيجة لكثافة القصف الإسرائيلي. من جانبها، أفادت بلدية بعلبك بوجود حركة نزوح كبيرة عن المدينة عقب إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرا للسكان بإخلاء مناطق في البقاع شرقي لبنان. شملت أوامر الإخلاء سكان بعلبك وعين برداي ودروس، كما أظهرت خريطة الإخلاء أن المناطق التي يشملها أمر الإخلاء الإسرائيلي في بعلبك بها مناطق أثرية رومانية. أفاد مراسلنا باستشهاد شخصين جراء قصف بمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة باشمون بمحافظة جبل لبنان. كانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية قد ذكرت أن المسيرة استهدفت سيارة على طريق عاريا الكحالي، ما أدى إلى اندلاع النيران بها. كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن الدفاع المدني قد انتشل طفلا شهيدا وخمسة مصابين جراء غارة جوية شنها الاحتلال على منطقة الزراعة قرب صور. وأشارت الوكالة إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت أيضا بلدتي كفر كيلا والإخيام في محافظة نبطية جنوبي لبنان. للمزيد ينضم إلينا من بيروت رمضان المطعني مراسل القاهرة الإخبارية. ما الذي يجري في بعلبك بإضافة إلى مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني وكذلك أيضا في الشمال؟ اليوم تقع بعلبك تحت هذا القصف من غارات الجيش الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 20 غارة جوية استهدفت عددا من البلدات في بعلبك، ومنها إحدى المناطق هي منطقة دورس التي تم استهداف إحدى الخزانات الخاصة بالوقود، ما أحدث دوي انفجار كبير، وكذلك هذه سحب الدخان التي غطت أماكن كبيرة في محيط هذا الاستهداف. أن هذه المنطقة أيضا قريبة منها مستشفى دار الأمل التي
التي تبعد قرابة 300 متر عن مكان هذا الاستهداف، وهي أيضا طالها بعض هذا التضرر. هذه الكثافة من الغارات على بعلبك والتي جاءت في حالة نزوح كبيرة قبل هذه الغارات بناء على الإنذارات التي وجهها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المناطق بإخلائها لمسافة 500 متر، ولكن حالة النزوح التي كانت هناك فور هذا الإنذار هي كبيرة للغاية. وأيضا كان محافظ بعلبك الذي وجه هؤلاء المواطنون بالنزوح إلى الشمال، أيضا كان من ضمن الأماكن التي يعني نزح إليها المواطنون هي قلعة بعلبك حتى الآن، والتي طالب المحافظ أيضا بإخلائها من النازحين نظرا لأنها غير آمنة حتى هذه اللحظة من الاستهدافات التي تطال عدد من البلدات وعدد كبير من المواقع في بعلبك، خاصة وأن هذه الانفجارات التي أتت والاستهدافات بالتزامن مع الكلمة الأولى للأمين العام الجديد لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بالتزامن مع ذلك كان الغارات على بعلبك بهذه الكثافة وهذه القوة الشديدة، وكذلك هذه الإنذارات التي وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء بعض البلدات فيها. الكلمة الخاصة بنعيم قاسم التي قال فيها أنه أشار إلى أنه يسير على درب الأمين العام الراحل لحزب الله ونفس البرنامج الخاص به في مواجهة المواجهة الشاملة وكذلك كافة الخطط هو ملتزم بها، وأيضا نوه إلى أن فصل الجبهات عن غزة ليس متاح في إشارة منه إلى البرنامج السابق للأمين العام الراحل حسن نصر الله الذي أشار أيضا إلى أنه لا يمكن فصل الجبهات عن غزة، منوها أيضا إلى أن وقف إطلاق النار كل المقترحات التي وصلت إلى إسرائيل لم توافق عليها، كذلك أيضا أن لا مقترحات عرضت علينا ولكن نريد وقف إطلاق النار بحسب الشروط المناسبة. أيضا هنا في منطقة الكحالة عارية وهذا الاستهداف الذي جاء لإحدى السيارات أسفر عن استشهاد شهيدين في هذه الغارة من المسيرة الإسرائيلية، وكان هناك بعض هذه الصواريخ التي لم تنفجر من قبل هذه المسيرة تم التعامل معها من قبل الجيش اللبناني وعمل على إبطالها، وانفجرت بعضها كذلك في منطقة الأحراش ما أحدث واندلعت عدد كمية كبيرة من الحرائق في الأحراش في المنطقة المحيطة بطريق هذه السيارة. أيضا تم استهداف سيارة أخرى في منطقة بشمن، وهذه السيارة التي كانت تحمل مساعدات للنازحين تم استهدافها أيضا بصورة مباشرة، ولكن لا إصابات في هذه السيارة على مستوى قائد هذه السيارة الذي استطاع الهرب من هذه السيارة فور هذا الاستهداف. أيضا يعني الضحية الجنوبية وما نشير إليه اليوم الثاني على التوالي حالة من الهدوء الحذر، ولا توجد أي من الغارات الجوية من قبل جيش الاحتلال. أشكرك شكرا جزيلا رمضان المطعني مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بإطلاق 15 صاروخاً من الجنوب اللبناني تجاه منطقة الكريوت شمالي حيفا. هذا وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى سماع دوي ثمانية انفجارات في حيفا وسط إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان. قال زعيم حزب الله اللبناني الجديد نعيم قاسم قال إنه سيلتزم باستراتيجية الحرب التي وضعها سلف حسن نصر الله الذي قتلته إسرائيل الشهر الماضي بعد اندلاع القتال الشامل. وتعهد قاسم بمواصلة خطة الحرب التي وضعها نصر الله، مضيفا في أول كلمة له بعد إعلان توليه المنصب أن مساندة قطاع غزة في الحرب كانت واجبة لمواجهة خطر إسرائيل على المنطقة بأسرها على حد قوله. للمزيد ينضم إلينا من بيروت عبد الله نعمي الكاتب والباحث السياسي وخبير العلاقات الدولية، أرحب بك معنا على شاشة القاهرة، وأستهل بما أطل به الأمين العام الجديد لحزب الله ويتحدث عن الوقوف بخطر مقابل خطر إسرائيل وتمددها
وكان حرب مساندة غزة أو جبهة مساندة غزة واجبة من أجل وقوف هذا التمدد. هل فعلا اليوم نحن في هذه المرحلة في الوقوف بمواجهة التمدد الإسرائيلي وتوسعاته الاستيطانية؟ أول شيء مساء الخير لك ولجميع عاملين بقناة الإخبارية المصرية قناة القاهرة الإخبارية، وتحية للقيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دائما هو بيحاول دائما أنه يوقف بظهر لبنان وظهر الأمة العربية كلها، لأنه مصر هي دائما محامية القومية العربية. بالنسبة لخطاب نعيم قاسم، أنا بالعكس اليوم شفته لنعيم قاسم أنه هو عم بيحاول بخطابه أنه هو يمشي على نفس النهج بتاع السيد حسن نصر الله، الشهيد حسن نصر الله، وأنه هون يعني عم بيعطي عزيمة بموضوع خطابه للي على الجبهات، وعم بقول لإسرائيل أنه بحال يعني أنت كفيتي لشهور، نحن عندنا نقعد شهور ممكن أكثر، بحال أنت فكرتي أنه مش هتقدر تفوتي بمعنى على لبنان، نحن عم نصدك وناطرينك. بنفس الوقت أنا لقيت خطابه إيجابي من ناحية أنه هو مش طالع من مش عم يخرج من موضوع يعني أنه الرئيس بري هو المفاوض، وأنه هو يعني بنفس الوقت موافق على 1701، وبنفس الوقت أنا حسيت بكلامه اليوم أنه عم يعني حاطط العالم اللبناني ورا منه، عم يتجه للشعب اللبناني، وأنه عم بيقول أنه لإسرائيل أنه حتى لو أنت فكرتي تفوت على لبنان أو حتواجه بلبنان كل الشعب اللبناني بكل طوائفه، وأنه بمعنى بلبنان في التفاف حول المقاومة ضدك، وأنه أنت ما كان لك حجة انك يعني نحن ما كنا مستعدين نعمل حجه لحتى نواجهك او نفتح حرب معك، لانه انت لك تاريخ سابق يعني مع لبنان بالهجوم على اللبنانيه حتى من قبل وجود حزب الله. طيب انا بالعكس انا رايت خطابه كثير اليوم متجه للداخل اللبناني، بس انا بقول بنفس الوقت على الحزب، يعني هلا هو طبيعي انه بده يقول انه نحن اليوم يعني موضوع المعنويات انه نحن جاهزين ونحن بنقاتل ونحن بنصمد ونحن نحن كذا ونحن اقوياء، هيدا كلام مزبوط تمام، انا ما عندي مشكله فيه، بس بنفس الوقت هو لازم يتجه، انا برايي اليوم لقيت انه انا عندي يعني كانه هو عم يحكي بنفس الوقت من كوكب اخر، انه الناس هيدي المهجره في مليون ونص مهجرين قاعدين بالشوارع، في ناس قاعده بالشوارع، في ناس عم تنضرب اليوم بعلبك كلياتها، 80,000 نسمه ظهرت من بعلبك، الناس عم بتموت، الناس عم بتهبط بيوتها، ما في هو يقول انا بقعد شهور وغير شهور، الكلام برضه مش مقبول، يعني حتى لو هو اتجه فيه للبيئه بتاعته هي، ولكن في طوائف ثانيه بلبنان ما عم تتقبل هذا الشيء. طب يا استاذ عبد الله، في الجزئيه التي تشير اليها وهي نقطه هامه، وقد اوردت ضمن حديثك موضوع الذهاب الى 1701 و أن هنالك المعترف حتى الآن السيد نبيه بري في هذا الأمر في موضوع التفاوض والحل السياسي. إن كان الإسرائيلي يريد الحل السياسي تحت النار وتحت البندقية وهذا ما يحاول فرضه، إلا أن الكلمة الفصل اليوم حسب ما يقال من مصادر لبنانية هي للميدان. نتنياهو يدمر ويخرب ويجرف على طول الخط الأمامي للشمال الإسرائيلي أو شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، يدمر كل البلدات، يمهد لتفريغ هذه المنطقة، جنوب لبنان يريده فارغا من أهله من أجل أن يفرض أمرا جديدا في 1701. لم نعد نتحدث عن 1701 بالنسبة للإسرائيلي. صحيح صحيح، لقلك شغلة، نحن عم نقول شو عم بيقول حزب الله وشو عم بيقول الدولة اللبنانية، إنه نحن جاهزين لتطبيق 1701، نحن عارفين إنه نتنياهو هو اللي مش راضي طبل 1701، أكبر دليل إنه هوكشتاين ما راح على زيارته اللي كانت مفروض يروحها هو على إسرائيل من 3-4 أيام، والمفروض كان يرجع فيها على لبنان لتطبيق القرار. نحن عارفين لأنه نتنياهو عم بيقول هو والعالم الغربي كله إنه نحن ما عنا ثقة لا بالدولة اللبنانية ولا بحدا بالدولة اللبنانية إنه يطبق القرار 1701 بحجافيره، وخاصة إنه قبل هلا هيدا القرار كان مفروض إنه يطبق وما تطبق لأنه كان شفهيا، وهلا ما في ضمانات، حتى اسرائيل امبارح لمحت انه ممكن تعمل حصار بري وبحري وبري على لبنان لتطبيق القرار وتراقب كل شيء ليطبق كل قرار تمنع سلاح يفوت على لبنان. اسرائيل نحن المشكله ما عارفين هي شو بدها، هل انه اسرائيل رايحه لمشروع اكبر بالمنطقه حجتها هي لبنان، لانه الشيء اللي عم تعمله بجنوب لبنان هو انه عم تعمل منطقه فارغه محروقه بين لبنان وبين
فلسطين المحتله، هيدا الشيء اللي هو مخيف اليوم، انه هم عم بفوتوا على البلدات عم يهبطوها وعم يحرقوها وعم يجرفوها، بعد ما يفجروها عم يجرفوها وعم يصير حرب طاحنه يعني تحت المرمى وعم ينسحبوا منها. المشكله انه هن صاروا اخذين تقريبا الشريط كله من او من 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 امتدادا من الناقوره لحدود سوريا، فايتين بعمق 65 كيلو متر. طب استاذ عبد الله، اذا نفس السيناريو مع الاسف، ليس فقط بالدمويه والتدمير والعدوان ما فعلته في غزه هي تفعله اليوم في لبنان، وانما ايضا حتى في سياق الحجج بانها لا يوجد هنالك دوله لبنانيه تتعامل معها او راس للسلطه، ودائما الاتهام للمقاومه بانها حركات ارهابيه كما فعلت تماما في غزه. هل يمكن ان يفرض اليوم تحت السلاح ان ياتي رئيس إلى لبنان؟ وسؤالي، هل استعاد فعلا حزب الله بعد وجود أمينه العام الجديد وبعد أكثر من 31 عملية في أقل من 24 ساعة، هل استعاد قوته؟ وربما كان هنالك خطوات مختلفة عن كل ما سبق وما كنا نتابعه في الأيام الماضية. لا، اكيد من المؤكد انه حزب الله يعني اذا استعاد قوته بالميدان، لانه هذه القوه اساسا موجوده من ايام الشهيد حسن نصر الله من سنين، هم قاعدين العده وقاعدين بالانفاق وكل مجموعه لوحده وممكن تقعد سنه واثنين تقاتل. بس اليوم انت عم بتواجه جو وبر وبحر، عم بتواجه ضرب يومي، بعدين اسرائيل بتفوت على المناطق هذه عم بتفجر الانفاق وعم بتفجر الضيعه كلياتها، عم بتلاغمها وتفجرها كلياتها. هيدي المناطق حزب الله ما بقى عم يقدر يتواجد او يقعد بقلبها، بالاول كان يقعد فيها بالانفاق، اليوم لما عم بتفجر الانفاق فيها هي وتنسحب منها، حزب الله ما عم يقدر يفوت عليها لانه عم بيكون مكشوف جوا وما في انفاق يقعد فيها. هيدا عم يعطي تقدم بالميدان لاسرائيل. بس اللي بدنا بتعرفوا اسرائيل لبنان غير غزه اول شيء مساحتها صغيره مش قد مساحه لبنان، بلبنان في قوى كثير موجوده على الارض. بحال اسرائيل فكرت انه المشروع تبعها هو غير تطبيق ال 1701، فوتت اسرائيل على لبنان مش سهله، ما حتقدر اسرائيل تفرض اللي حتفرضه بالعسكر اكثر من اللي ممكن تفرضه بالقرارات الدوليه. انا بعتقد ان القرار الدولي ل 1701 بيعطي اسرائيل اكثر من الحرب على الارض اللبنانيه، لانه الارض اللبنانيه فيها احزاب كثير وكل الشعب اللبناني صدقيني بعد التجارب كلها بس يوصل الموضوع، لانه اسرائيل تتخطى الجنوب بموضوع الحرب مع لبنان، لبنان كله بهب للوقوف مع المقاومه ويحارب اسرائيل. لك جزيل الشكر عبد الله نعمي، الكاتب والباحث السياسي وخبير العلاقات الدولية، كنت معنا مباشرة من بيروت. شكرا أستاذ. نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن وسطاء أمريكيين يعملون على مقترح لوقف القتال بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني. ووفق المصدرين يتضمن المقترح وفق إطلاق النار لمدة 60 يوم لإتمام التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 وإخلاء جنوب لبنان من الأسلحة باستثناء ما يتبع للدولة اللبنانية. يأتي المقترح بدلا من مقترح طرحته عدة دول سابقا لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما، فيما قال مسؤولون لبنانيون أنه لم يتم إطلاع لبنان رسميا على الاقتراح الجديد. ونتحول الآن إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة. قطاع غزة في حالة هستيرية. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية باستشهاد 10 فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على حي سلاطين غربي مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وكان الدفاع المدني في القطاع قد أعلن استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني منذ بدء حصار قوات الاحتلال لمحافظة شمال غزة.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 102 من الشهداء و 287 مصابا وخلال الساعات 24 الماضية. وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 43,163 شهيدا، إضافة إلى 101,510 مصابين، وذلك منذ 7 أكتوبر من العام الماضي. ينضم إلينا من خان يونس بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. آخر التطورات معك بشير. تحية لكم. يعني القصف الإسرائيلي يطال كل أحياء قطاع غزة بشكل عام. آخر هذه الغارات كان هو استهداف لمركبة مدنية تسير في مخيم المغازي في وسط قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 3 شهداء من بينهم سيدة جراء هذا القصف الإسرائيلي. لكن الأوضاع أكثر اشتعالا في منطقة شمال قطاع غزة التي لا زالت تعاني من القصف الإسرائيلي الموسع باتجاه مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا في أقصى شمال قطاع غزة. آخر هذه الغارات كان استهداف لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين في سوق مدينة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 10 شهداء وإصابة العشرات بجراح متفاوتة الخطورة. أيضا إلى الغرب من شمال قطاع غزة استهدفت الطائرات المسيرة مجموعة من المواطنين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 3 شهداء على الفور. الخطير فيما يحدث في شمال قطاع غزة أن الشمال بات منعزلا تماما عن أي خدمات إنسانية تقدم إلى السكان في تلك المنطقة. الطواقم الإغاثية الدفاع المدني أجبر على النزوح قصرا عن تلك المنطقة لليوم 8 على التوالي. سيارة الدفاع المدني الوحيدة التي كانت تعمل في شمال قطاع غزة قصفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. حتى المستشفيات في شمال قطاع غزة متوقفة تماما عن العمل. مستشفى كمال عدوان هو الوحيد الذي بات أو متبقيا للعمل في شمال قطاع غزة، إلا أنه بات فارغا تماما من الكادر الطبي. لا يتواجد في هذا المستشفى سوى طبيب مختص بالأطفال، وهو لا يستطيع تقديم الخدمات العلاجية للمرضى والجرحى الذين يأتون تباعا لتلقي العلاج. وبالتالي كان هناك دائما مناشدات مستمرة من وزارة الصحة، من إدارة هذا المستشفى، بضرورة إدخال الفرق الطبية، إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية لرفض هذا المستشفى في شمال قطاع غزة لتقديم الخدمات الإنسانية والعلاجية للمرضى والجرحى. العشرات من جثامين الشهداء الفلسطينيين أيضا لا زالت ملقاة في الشوارع وفي الطرقات وأسفل ركام المنازل المدمرة. هناك يبحث المواطنون الفلسطينيون بالوسائل البدائية لانتشال جثامين هؤلاء الشهداء من أسفل ركام المنازل المدمرة، إلا أنهم لا يستطيعون القيام في هذه المهمة في ظل الغارات الإسرائيلية المكثفة باتجاه شمال قطاع غزة، الأمر الذي يفسر وجود العشرات من الشهداء والمفقودين. نحن نتحدث عن إجمالي أعداد الشهداء الذين سقطوا في شمال قطاع غزة منذ بدء هذه العملية العسكرية فيما يزيد عن 1125 شهيدا، بالإضافة إلى العشرات من المفقودين والمعتقلين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي. أشكرك شكرا جزيلا بشير جابر مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس. هذا وشهدت مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة دمارا واسعا جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع لتتحول إلى مدينة أشباح. وما تزال جرائم الحرب الإسرائيلية متواصلة لئلا يكون أمام أهل غزة إلا اللجوء إلى السماء. السماء أكثر أمانا هي محصلة تجربة أهالي خان يونس في رحلتهم بين الموت والمجهول، فعلى أرض تحولت إلى جحيم لا مفر منه يقف الناس حائرين لا يعرفون إلى أين يهربون من القصف الذي يلاحقهم في بيوتهم، شوارعهم، وحتى ملاجئهم. لم يعد أمامهم سوى التحديق في السماء كملاذ أخير، إذ لم يتبقى مكان آخر ليهربوا إليه.
منين، والله أخويا ما إلهش ولا في أي انتماع. والله أنا انصدمت إنه أبو حمدي اللي بيته انقصب، وتم الزمن الوضع إنه في خيمة في البحر برضه فيها ابنه وبنته بنفس الوقت قصف الخيمة، وفيها خواتي وبنت أخويا وابن أخويا، فيها شو ما فيش في الخيم شهداء ولكن فيها إصابات. في خان يونس كل زاوية تحمل قصة محزنة ودمعة تنسكب على وجه أم فقدت أطفالها تحت الأنقاض، أو على وجوه آباء لم يجدوا سوى أذرعهم لحماية صغارهم من موت محتمل. الطرقات في خان يونس لم تعد فقط ممرات للتنقل، بل باتت ساحات للوجع والدموع. عائلات تفترش الركام، وجوههم متعبة وأعينهم معلقة بالسماء، وكأنها تنتظر معجزة إلهية توقف الموت المتسلل إليهم. كل دقيقة تحمل لهم فزعا جديدا في محنة تبدو بلا نهاية. فجأنا في الليل تقريبا بعد الساعة واحدة أنه تم قصف البيت هذا، واستشهد منه طبعا 4 أشخاص وإصابة آخرين، وزي ما تشايفين هذا اللي صار. ولكن المشكلة مش في الضرب، لأنه متعودين إحنا على الضرب، أنه قبل 3 أيام بالضبط أعلن جيش الدفاع أنه هذه المنطقة آمنة، صنفها منطقة إنسانية، وتفاجأنا حتى المنطقة الإنسانية ما سلكتش من إجرامه. في خان يونس تتجلى مأساة تتعدى حدود الوصف لخيارين مريرين، الموت تحت الأنقاض أو الموت في أحضان البحر، بينما السماء تظل الشاهد الوحيد على آلامهم. لا يقطع مناجاة الفلسطينيين لها سوى أصوات طائرات الاحتلال. كشفت نتائج بحث أجراه معهد واتسون التابع لجامعة براون الأمريكية أن 70% من النفقات العسكرية الإسرائيلية على الحرب الحالية في غزة ولبنان قد جاءت من الخزانة الأمريكية. ودفع ذلك وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون للبحث عن بدائل مع نفاذ مخزون الذخيرة الأمريكية بصورة أسرع مما يمكن تعويضه. منذ 7 أكتوبر 2023 وبدء حرب الإبادة الجماعية على غزة وصولاً للعدوان على لبنان، والموقف الأمريكي لم يتغير تحت عنوان واحد: الدعم المطلق لإسرائيل، حتى وإن بدت بعض التصريحات الإعلامية على خلاف ذلك. الدعم العسكري واللوجستي الذي حظيت به تل أبيب تقابله فاتورة مكلفة للغاية سياسياً وعسكرياً لواشنطن. سياسياً، الدعم المطلق لإسرائيل ألقى بظلال كئيبة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ظل احتمالية حدوث تغييرات ملحوظة في خيارات الناخبين العرب والمسلمين. هذا الأمر دفع حملتي كامالا هاريس ودونالد ترامب إلى التركيز بشكل متزايد على استقطاب هذه الكتلة في محاولة لتجنب التصويت العقابي الذي قد ينعكس سلباً على نتائج الانتخابات. عسكرياً، كشف معهد واتسون للشؤون العامة والدولية من جامعة براون الأمريكية في إطار مشروع تكاليف الحرب أن واشنطن مولت 70% من تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وذلك بتقديم ما يقرب من 18 مليار دولار بين عامي 2023 و2024. بينما أضافت 4.86 مليار دولار لتعزيز العمليات الأمريكية. ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، تواجه الولايات المتحدة نقصاً حاداً في صواريخ الدفاع الجوي، أبرزها صواريخ ستاندرد التي تلعب دوراً حاسماً في صد الهجمات، ما دفع البنتاغون للبحث عن بدائل خشية عدم القدرة على مواكبة الطلب المرتفع الناتج عن الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ونفاد المخزون بصورة أسرع مما يمكن تعويضه، ما يعرض الولايات المتحدة للخطر حال نشوب حرب في المحيط الهادئ.
وسط تكاليف سياسية متزايدة، يضع الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل في حروبها على غزة ولبنان واشنطن أمام اختبار حقيقي لاستراتيجيتها. فبينما تسعى لتعزيز تحالفاتها في الشرق الأوسط، تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية وتتعالى الانتقادات لسياساتها التي تهدد بتغيير مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة وتجعل البيت الأبيض في مواجهة مباشرة مع متغيرات المشهد الدولي والمزاج الشعبي المتوتر. مستمرون معكم في هذه النشرة وفيها بعد الفاصل. كوريا الجنوبية تتهم نظيرتها الشمالية بالتجهيز لتجربة صاروخية جديدة في مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية. أهلا بكم من جديد. دعت المملكة العربية السعودية إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في الرياض في 11 من نوفمبر المقبل، وذلك لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة تؤكد مجددا إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يتعرض لها الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية. أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن أمن المنطقة مرتبط ارتباطا كاملا بحل القضية الفلسطينية. وأضاف بن فرحان في كلمته أمام أولى جلسات التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والتي تستمر لمدة يومين في العاصمة السعودية الرياض، أضاف أن ما تشهده المنطقة من تصعيد واستمرار للعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان يحتم اتخاذ موقف حازم وفوري لوضع حد للجرائم الإسرائيلية. للمزيد ينضم إلينا من الرياض جمال الوصيف مراسل القاهرة الإخبارية. أرحب بك جمال. إذا حدثنا عن جلسات التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ما الذي تحويه هذه الجلسات في أولى ربما انعقاداتها، وما الذي يحدث من حراك في العاصمة السعودية الرياض؟ نعم بالفعل، يعني تستمر الجلسة الأولى للتحالف الدولي لحل الدولتين هنا في مقر القاع حتى هذه اللحظات. منذ ساعات بدأت هذه الاجتماعات برئاسة وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وأيضا السيد فيليب لويزا المفوض العام للأونروا، والذي تحدث منذ بداية جلسته خلال كلمة وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان تحدث عن الوضع الإنساني الراهن في قطاع غزة وأيضا في لبنان، ولابد من ضرورة التدخل السريع من قبل قادة دول العالم إلى الوقوف على حل جذري لحل الدولتين. ربما أيضا السيد فيليب المفوض العام لأونروا تحدث عن أن الوضع المأساوي في قطاع غزة لم يعد هناك حلا سياسيا أو مناشدة بضرورة التدخل السريع من قادة دول العالم. وبالتالي هنا في العاصمة الرياض يتم الآن التباحث والتشاور إلى الوقوف على تقديم مذكرة وتقديم إعلان من العاصمة الرياض إلى قادة الدول العالم للتحرك الفعلي ووضع خارطة للطريق إلى يعني موعد انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة التي أيضا أعلنت عنها وزارة الخارجية السعودية منذ قليل إلى إقامة قمة عربية، قمة متابعة حسب وصف البيان الذي خرج من وزارة الخارجية السعودية، أن تكون هذه القمة متابعة وفي ذات التوقيت الذي أقمت فيه القمة العربية الإسلامية المشتركة التي انعقدت في العام الماضي في 11 من نوفمبر. ويعني خلال تصريحات خاصة أيضا للسيد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حدث أنه لم يكن من المتوقع أن تستمر الحرب والعدوان على قطاع غزة لمدة هذا العام، وبالتالي يعني دعت المملكة العربية السعودية إلى إقامة هذه القمة بتنسيق مع دول وقادة الدول العربية. جمال الوصيف مراسل القاهرة الإخبارية، لك جزيل الشكر، حدثتنا من الرياض.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلا مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون بين دول الإقليم وترسيخ الاستقرار واحترام سيادة الدول. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري مع نظيره الجيبوتي، حيث أوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الاتصال تطرق أيضا إلى الأوضاع بمنطقة البحر الأحمر، إضافة إلى سبل ضمان استقرار وسلامة الملاحة البحرية. كما ناقش الرئيسان تطور التعاون بين دول القارة في إطار الاتحاد الإفريقي بما يستجيب للأولويات التنموية للدول الأفريقية ويحقق مصالح شعوبها. كما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أهمية تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي بتعزيز التنمية ومكافحة الإرهاب. وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في النيجر باكاري ياو سنغالي، شدد عبد العاطي على أن منطقة الساحل الأفريقي هي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. تحدثنا أيضا عن الوضع في منطقة الساحل الأفريقي وأهمية تحقيق الاستقرار من خلال التنمية، من خلال مكافحة الإرهاب. وأنا أكدت من جانبي على أن مصر ترى في منطقة الساحل الأفريقي هي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وبالتالي أمن واستقرار منطقة الساحل هو من أمن واستقرار مصر. وهناك في الفترة القادمة تطوير نوعي للعلاقات مع النيجر، مع أشقائنا في مالي، مع بوركينا فاسو، وأيضا مع الجابون بالإضافة إلى تشاد وكل دول الساحل. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت وقائعها بإقليم كردستان العراق، ما يؤهله إلى تشكيل الحكومة بالإقليم. أشارت المفوضية إلى احتلال حزب الاتحاد الوطني الكردستاني للمركز الثاني في نتائج الانتخابات، وإلى عزمها نشر النتائج النهائية والتفصيلية للانتخابات في وقت لاحق اليوم. أفاد مؤتمر الجزيرة للرصد الإعلامي في السودان باستهداف الدعم السريع ل 89 قرية شمال تنبول شرقي ولاية الجزيرة. وكان المؤتمر أعلن استشهاد 6 مواطنين فضلا عن عدد من الإصابات بشرقي الولاية. كما أشار إلى أن الدعم السريع يفرض حصارا محكما على قرى الولاية بالكامل، ويقوم بحملات اعتقال وتدمير جميع الخدمات العامة بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية. ونتحول إلى الاقتصاد. من أخبارنا الاقتصادية، قبيل الانتخابات الرئاسية الاقتصاد الأمريكي يتباطأ ويسجل نموا دون التوقعات. وفي التفاصيل، فقد تباطأ الاقتصاد الأمريكي في ربع ثالث من العام الجاري ليسجل نسبة نمو أقل من التوقعات. وفقا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية، نما الاقتصاد الأكبر في العالم بنحو 2.8%، بينما كانت التوقعات تشير إلى استقرار النمو عند النسبة المسجلة بالربع الثاني والبالغة 3%. أعلنت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن زيادة ضريبية قدرها 40 مليار جنيه استرليني، حيث تتحمل الشركات العبء الأكبر من الميزانية. حذرت مجتمعات الأعمال من أن زيادة الضرائب على أصحاب العمل قد تجبر بعض الشركات على الاستغناء عن الموظفين أو الإغلاق في
في وقت ترتفع فيه أيضا الأجور وتكاليف العمالة الأخرى. هذا وتراهن حكومة حزب العمال على أن أول ميزانية لها بعد 14 عاما من حكم المحافظين ستتمكن من تمويل تعهداتها الانتخابية دون إثارة نوع من الفوضى في سوق السندات التي أطاحت برئيسة الوزراء السابقة ليزي تراس، وذلك في العام 2022. حذرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية من استمرار تباطؤ الاقتصاد الألماني، وقد استبعدت الغرفة أي انتعاش اقتصادي ملحوظ في العام المقبل. ورجحت الغرفة أن يسجل أكبر اقتصاد أوروبي نموا صفريا في العام المقبل، وذلك بعد الركود الذي كان متوقعا العام الجاري. بالمقابل تسارع نمو الاقتصاد الفرنسي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 0.4% مقارنة بالربع السابق. تلقى ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو دعماً مؤقتاً من تحسن النشاط السياحي والإنفاق الاستهلاكي المرتبط بالأولمبياد. هذا وعزز تدفق السياح لحضور أولمبياد باريس الإنفاق الاستهلاكي، والذي نما 0.5% في الربع الثالث بعد ثباته في الربع الثاني. ميزانية تقشفية، طريق رسمته حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه لمواجهة العجز المفرط وتمهيد الطريق للالتزام بالقواعد الأوروبية. باريس أعلنت عن مشروع ميزانيتها لعام 2025، وتستهدف توفير 60 مليار دولار، وتشمل ضرائب جديدة تستهدف بالأساس الأغنياء. حكومة بارنييه أكدت أن مالية ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا حرجة للغاية، إذ إن فوائد الدين مرشحة لتصبح البند الأول في الميزانية، وبناء عليه رأت ضرورة خفض الإنفاق العام بجانب إقرار زيادات ضريبية وصفتها بالمؤقتة والموجهة والاستثنائية. فرنسا كشفت عن خطط لبيع سندات حكومية بقيمة تعادل 328 مليار دولار العام المقبل لتمويل ميزانيتها المنهارة، بينما تعاني من فقدان ثقة المستثمرين الذين تخلوا عن سندات البلاد في الأشهر الماضية. بنوك استثمار منها سوستيه جنرال وسيتي جروب ترجح أن تبيع فرنسا المزيد من السندات نظراً لارتفاع حجم أدوات الدين المستحقة على البلاد، وذلك على الرغم من توقعات بتقلص مبيعات السندات في منطقة اليورو. فارق ضخم بين قيم الديون وعجز الميزانية في فرنسا وقواعد الاتحاد الأوروبي، إذ تبلغ ديون باريس 111% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشير التوقعات إلى ارتفاع عجز الموازنة إلى 5.6%، بينما تطالب المفوضية الأوروبية باريس بخفض العجز إلى مدون 3% والديون إلى مدون 60% من الناتج الإجمالي. ديون فرنسا التي تتجاوز إجمالي إنتاجها زادت الشكوك في قدرة باريس على ضبط الميزانية والامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي، ما يزيد الضغوط على الحكومة الجديدة. قالت مصادر من أوبك بلس إن التحالف قد يرجئ زيادة مقررة في إنتاج النفط يفترض أن تدخل حيز التنفيذ في ديسمبر القادم لمدة شهر أو أكثر جراء مخاوف بشأن ضعف الطلب. وكان من المقرر أن تطبق زيادة المخطط لها بواقع 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر بعد تأجيلها من أكتوبر في ظل انخفاض الأسعار. وبعيداً عن الرياضة، توفي الممثل المصري مصطفى فهمي صباح اليوم بعد صراع قصير مع المرض، وذلك عن عمر ناهز 82 عاماً. وكان قد تم إدخال مصطفى فهمي إلى المستشفى مؤخراً حيث أجرى جراحة في المخ مؤخراً. وشارك فهمي في العديد من الأعمال السينمائية عبر مسيرة فنية طويلة، ومن أبرز أعماله وجهاً لوجه ولمن تشرق الشمس ودموع في عيون وقيحة، وكذلك أيضا حياة الجوهري والقلب يخطئ أحيانا.
إلى هنا تنتهي نشرتنا، وهذه تذكرة بأبرز ما فيها من عناوين. بعد أوامر إسرائيلية لسكان بعلبك بالإخلاء، الاحتلال يشن غارات عنيفة على مناطق مختلفة من المحافظة اللبنانية. وأكثر من 100 شهيد ونحو 300 مصاب في قصف إسرائيلي على غزة خلال الساعات 24 الماضية، ومجازر الاحتلال تتواصل في بيت لاهيا شمالي القطاع. وكان معنا في النشرة: السعودية تدعو لقمة عربية إسلامية مشتركة لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وذلك في 11 من نوفمبر المقبل. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة قدمناها لكم على شاشة القاهرة الإخبارية. شكرا لطيب متابعتكم، وشكرا محمد. شكرا أمل، وإلى اللقاء.